هذه شبيبة العدالة والتنمية كتقوم بالدور ديالها، الدور التأطيري ديال المناضلين والمناضلات ديالها، وهذا من الأعمال المعتادة أن تقوم بها شبيبة العدالة والتنمية على المستوى الوطني. ما كاينش غير هذا الملتقى، كاين ملتقيات أكيد في جهات أخرى، ومن بعد غادي تكون الملتقيات غتنزل إلى المستويات الإقليمية ثم إلى المستويات المحلية، دليل على أن شبيبة العدالة والتنمية واعية بالمسؤولية ديالها المرحلية، واعية بالدور ديالها التأطيري، واعية بالدور الذي يجب أن تقوم به تجاه الشباب ديالها أولا، ثم الشباب الذي يجب أن يكون موضوعا لتحركاتهم اللي هو الشباب المغربي، وأن يهتموا بكل ما يعني بكل ما يخصه. دابا انا ماشي من القيادات العليا، دابا القيادات العليا، ولكن انا نهضر نيابه عنها، اكيد ان عندها الثقه في الشباب ديالها، شبيبه العداله والتنميه، لانها دازت بمراحل، وهذه المراحل كلها اكدت فيها عن جداره واستحقاق انها اهل لكل هذه الثقه، والحمد لله ماشيه في تناغم تام مع قياده الحزب، لانها تعمل في اطار مشروعه وفي دائرته. العفو.